تمت الموافقة على قانون النفط والغاز الجديد رسمياً والتصويت عليه منذ 15 نوفمبر 2019، وبعد مرور أكثر من عام ونصف لا يزال غير مطبق لسبب بسيط، هو أن تحقيقه لا يزال مستحيلاً بسبب غياب نصوصه التطبيقية. ولم ينتهي عبد العزيز جراد ووزراؤه من صياغة النصوص التنفيذية لهذا القانون الذي من المفترض أن يعزز الاستثمارات في القطاع الوحيد الذي يوفر عوائد بالعملة الصعبة للجزائر. ومع ذلك ففي جانف 2021 وعدت الحكومة بقيادة عبد العزيز جراد بأن تكون النصوص 43 التنفيذية لهذا القانون الجديد جاهزة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021. ونحن في نهاية شهر مايو ولا شيء ملموس على الإطلاق، ولسبب وجيه فإن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ومساعده الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك توفيق حكار هم من أصل تعطل هذا القانون الأساسي لمستقبل البلاد. وبالفعل حتى نهاية فبراير الماضي تمكن وزير الطاقة الأسبق عبد المجيد عطار من أن يحيل إلى رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ما لا يقل عن 35 مادة تم الانتهاء منها والمصادقة عليها من قبل لجنة العمل المنبثقة من وزارة الطاقة. وللتذكير يترأس هذه اللجنة أرسقي حسيني الرئيس السابق للنفط النفط، وتحديدا الوكالة الوطنية لتنمية المواد الهيدروكربونية، حيث تم تعيين أرسقي حسيني خلال شهر يوليو 2020 كأحد المستشارين الرئيسيين لوزير الطاقة الأسبق عبد المجيد عطار. إلى جانب حسيني كان في لجنة العمل هذه الرئيس الحالي للنفطال نور الدين الداودي، وكذلك رشيد نادر المدير الحالي لهيئة تنظيم المحروقات، كما حضر 4 من كبار المديرين التنفيذيين لسوناطراك وشاركوا في أعمال هذه اللجنة. لسوء الحظ بعد إقالة عبد المجيد عطار في 21 فبراير وبعد 7 أشهر فقط من تعيينه، سيزيد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد من إبطاء عملية اعتماد النصوص المستقبلية لتطبيق قانون النفط والغاز الاستراتيجي، حيث أن الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك توفيق حكار يعمل الآن لإعادة تقييم ما لا يقل عن 15 مادة من هذا القانون الجديد، 15 مادة تم فحصها بالفعل والمصادقة عليها من قبل لجنة العمل التابعة لوزارة الطاقة. وفي هذه المناورة قام بها جراد كانت تهدف إلى إعادة الرئيس التنفيذي غير المحبوب لسوناطراك توفيق حكار، تلميذه وأحد الرئيسيين لعشيرته داخل السلطة الجزائرية، والذي انتقده عبد المجيد عطار بسبب عدم كفاءته. بهذه المناورة أعاد جراد صورة حكار من خلال منحه مكانة في مجلس صنع القرار في الحكومة الجزائرية. ومع ذلك فإن المناورة لن تؤدي إلا إلى حدوث فوضى حقيقية، ولأسباب وجيهة فإن المواد 15 المنقولة من قبل خدمات رئيس الوزراء إلى الإدارة العامة لسوناطراك بالكاد تم تغييرها وإعادة دراستها. والأسوأ من ذلك أجرى الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك بعض التغيرات التي رفضتها لجنة العمل التابعة لوزارة الطاقة، والتي لاحظت العديد من المخالفات والخرقات في التغيرات التي أجراها توفيق حكار. حتى نهاية شهر مايو ما زالت هذه القضية الحساسة تطول على مستوى رئيس الوزراء، وقد أشرك عبد العزيز جراد مرة أخرى الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك في مراجعة المواد 5 الأخيرة من هذا القانون الجديد بشأن الهيدروكربونات، 5 مواد أخيرة ولا تقدم لحد الآن. إنه يريد فقط تسليط الضوء على مداخلات مهره توفيق حكار وتعزيزها حتى يتمكن من رفع قضيته إلى رئاسة الجمهورية من خلال تقديمها على أنه المهندس الحقيقي لقانون المحروقات الجديد. كذبة صافية يأمل جراد من خلالها إنقاذ توفيق حكار من موجة التغييرات المستقبلية المخطط لها من داخل الدولة الجزائرية.